اهلا وسهلا بكم، انا وليت عندكم من جديد نشارككم واحد الوصفه ديال البلبوله من ايام ازمان ديال جدودنا. واحد القصعه زوينه زوينه بزاف، كتصايب من الشعير الاخضر والاخرى كتصايب من الشعير اليابس. كنقادوهم نيبسوهم كنهرسوهم نديرهم في الفران ونشمشوهم ونصيفطوهم للمطحنه ونقادوهم، ومن بعد نمشيو للطريقه والمكونات. وصفة تقليدية من أيام جدودنا اللي هي البلبولة، ولكن هذه البلبولة كاينة جوج أنواع، البلبولة التقليدية اليدوية والأخرى عصرية. كنطحنوها في المطاحن العصرية وكنقادوها. ودابا غنمشيو للمكونات. دابا هذه هي هذه البلبولة هي اللي هضرنا عليها ديال الشعير التقليدية اللي كنصايبوها بيدينا، كنحصدو الزرع ونشفوه، كنحصدو الزرع خضر كيكون مازال موجدش وكنفركوه بيدينا، ومن بعد ملي كنفركوه كنجيبوه للدار في المسخر وكنسخنوه في المسخر، ومن بعد ملي كنسخنوه نخليوه بعدا شويه في الشمس ونرجعو ندقوه في المهراس حتى كيتهرمش، وعاد كنغربلوه ونصيفطوه للطحانة. وهذه البلبولة الثانية العصرية اللي قلنا لكم هي تاهي الشعير، ولكن هذه كتخدم في المطاحين العصرية. هذه بيضاء وهذه النوع ديالها كي داير كيجي بحال اللي سمر شوية. ودابا غادي ندوزو المكونات اللي عندنا. كاين زلافة الحمص، عندي توابل سكنجبير الحرة الخرقوم الملحة صبر يابس الزيت القديد كاين القرعة جوج بصلات القرعة الخضراء جوج فليفلات ربعة الخيزويات ربعة طروفة ديال الكروم واحد المطيشة اللفت، عندي جوج ثلاثة لفتات بويض وعندي هذا صفر ثلاثة لفتات. ونمشيو دابا للطريقة ديال القديد. غادي نفزقو القديد، ضروري خصو يترطب، كاين اللي كيرطبو في الليل كيخليه حتى الصباح. وكاين اللي كيرطبو داك الساعة غير شوية واحد جوج سوايع تخليه يرطب، كتخليه يطاب جوج سوايع ومن بعد طيبو. وهاد القديد تاعنا صايبناه على يدينا ما ملحش بزاف مزيان، ما ملحش صحي، وكنصايبو في دارنا على يدينا. قصبر ومعدنوس ربيطة تاع قصبر ومعدنوس، وغندوزو البلبولة الطريقة ديالها. غادي نديروها في السوبيرا، كنزيدو عليها الماء، كنغسلوها مزيان من الخشيش اللي باقي فيها، وخا نفطناها كيبقى فيها شويه. كنصفيوها، من بعد ما كنصفيوها كنرجعو نكبو عليها الماء طايب باش نخليوها تمن 10 دقائق 12 دقيقه، حيت باش كنسهلو علينا ما نفوروهاش ثلاثه د المرات، حيت هي دغيا كتفور. كتعرفوا البلبولة ديال السيكوك دغيا كطيب، ماشي بحال طعام خصو يتفور ثلاثه د المرات. وغادي نزيدو دابا القديد نتاعنا، ها هو غسلناه قديناه حتى هو حيدنا من داك الاملاح الملحه اللي كانت فيه والعطريه، وهو زوين باقي لنا زوين اللي درناه، هو باقي مزيان. كنصايبو على يدينا دائما، كنصايبو حنا في الدار. غادي نهزو القديد ديالنا ونديروه في الطاوه، وغنزيدو عليه ثمن نص كاس ديال الزيت، لان الزيت ما نديروش بزاف، الزيت شويه فيه لدام، قديت فيه شويه لدام عفوا، على حسب. انا ما كنزيدش في التالي، صافي كندير كلشي المقادير في الاول. كنزيد الحبه ديال المطيشه قطعناها، ونزيدو الربطه ديال القصبر نحطوها في الجنيب والمعدنوس. وغادي نزيدو دابا نقطعو البصله نتاعنا، بصله
متوسطين ماشي كبار بزاف، نقطعوهم ترونشيات. نصيب ديال نصيب، تقطع ديال نصيب هو هذا ديال الطاوة، ماشي بحال لا داند ولا شي حاجة كديرها مشلض. أما تقطع ديال نصيب عادي كنديرو بالبصلة طويلة. ونتمنى يعجبكم وتجربوه إن شاء الله، خاتصايبوه في ديوركم كيجي زوين زوين بزاف مع البلبولة صحية صايبناها على يدينا. ونتمنى تجربوها، وغادي إن شاء الله نحيد هذا الحجر السحري، وغادي نوريكم الطريقة ديال البلبولة كي غادي نصايبوها. نمشيو إن شاء الله العربية عندنا الزرع هذا العام، حنا درناه وكيقولوا راه مزيان، إن شاء الله هنلقاوه وجد ونوريكم إن شاء الله الطريقة ديالو كي كيصايبوا البلبولة. فيها متاعب بزاف، حتى هي كتجبدي نزيدو دابا التوابل. كان عندي خرقهم، سكنجبير، قزبر يابس، وشويه ديال الحار كنزيدهم. ما كنزيدش انا العطريه في التالي، والملحه ما كنزيدش العطريه في التالي، كلشي كندير نقوم في الاول، كيجيني حساب بحال لي كنعبر داكشي عيني ميزاني كنقادو. وان شاء الله مني دوز ها حنا دابا درنا الطاوه ديالنا في البوطه على ما تقلى شي شويه، تقلى البصله ويتقلاو التوابل وداك العطريه. ما كنزيدش الماء دابا، حتى نقيت هاد الماء ما كنزيدهاش، كنحرك شويه على ما كينسجموا بعضهم، نحركها مزيان حتى نشوف الطاوه ديالي بدات كتغلي. كي ها هي دابا كتغلي، هانتوما كتشوفوا فيها كتغلي. غادي نزيد الماء تقريبا جوج كيسان ديال الماء كبار، على حسب تتغطالي تيتغطى القديد وداك البصله، غادي تبان المعاين فوقها. هنا كنزيدو دابا الماء، تغطى لنا الماء، ومن بعد غادي نتلاقاو بعد ما نكملو البلبوله ديالنا. ونتمنوا تشاركونا وتساعدونا المشاهدين، الله يحفظكم وتبقوا معانا. نشوفوا القديد ديالنا واش طاب باش نديرو الخضره. بسم الله. طيب دابا نديرو الخضرة ديالنا ونوليو لعندكم. دابا غادي ندوزو نديرو الخضرة ديالنا باش طيب. بسم الله. نديرو كروم، نهزو نديرو اللفت، هادو لي مكيطيبوش دغيا، القرعه الحمراء والقرعه الخضراء. غادي نديروهم في طاوة اخرى، حليفله نصب عليهم المقطع من القديد. القديد ديالنا طايب دابا، بغيتو تزيدو شويه زبيده زيدو على حسب شنو يعجبكم، كيما بغاش مزيدش مزيدش. نزيدو شوية ديال العطرية، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال السكنجبير، نزيدو عليه شوية ديال المريقة، ونتلاقاو بعد ما يطيب. نديرو القرعة الخضراء طاوة أخرى هكذا، نزيدو الحمرا. درنا القرعة الحمراء الخضراء، وزدنا الحمراء فوق القديد اللي بقى، ودابا نكملو طيب القرعة نتاعنا الحمراء
ونتلاقاو. بعد ما درنا المرقه الخضراء دابا غادي نبلعوها، وهادي حتى هي درنا لها المرقه، ونرجعو نبلعوهم ونتلاقاو التكوال ديال البلبوله. ودابا بعد ما درنا الخضره ديالنا طيب، دابا نوريكم كيفاش نصايبو البلبوله على بركة الله. بسم الله، بعد ما طاب، بعد ما طابت البلبوله ديالنا ضعفت البلبوله ديالنا مقصعة، خليناها ارتاحت ارتاحت تقريبا نص ساعة. ودابا غادي نديرو لها زويته، نديرو لها 8 معالق الزيت، نحركوها باش غنديروها تفور المرة الأولى، ومن بعد نتلاقاو بعد ما نفوروه. دابا نحركو البلبولة ديالنا مزيان باش تخلط فيها زبيتة، ونديروها الكسكاس. بعد ما دهنا البلبولة ديالنا والبرمة ديالنا غلات، دابا غادي نديرو البلبولة الكسكاس باش تفور. بسم الله، هي طالية كطيب مكتعطلش، ولكن ضروري خصها جوج تفويرات ولا ثلاثة باش متبقاش يابسة هاكا ترطب. ضروري خصنا نفوروها مزيان، هاد البلبولة صحية أحسن من الطعام. وصحية لذات ومفيدة، فيها ألياف وفيها بزاف المواد الصحية. غنديروها فوق النار ونكملو. البرمة ديالنا دابا غلات، دابا غنديرو الكسكاس ديالنا ديال البلبولة لما يطيب واحد 5 دقايق ولا 10 دقايق نطيب هاد الكتانة. وهادي كنديروها باش كتزيد، كيبقاش داك الكوار كيخرج دغيا كتفور البرمة. ونتلاقاو بعد ما طيبنا البلبولة ديالنا إن شاء الله. وعاونونا المشاهدين الله يرحم الوالدين، إلا ما عاونونا وقفوا معنا الله يرحمكم الوالدين إلا ما وقفوا معنا. وبارطاجو سمام بارطاجو، الله يخلي لكم وليداتكم. نخليها طيب مزيان واحد 15 دقيقة باش طيب مزيان تكون جاهزة باش ما نعاودولهاش مرة ثانية. واحد 15 دقيقة باش نعاودولها غير مرة الأولى والمرة الثانية فقط. ها الخضرة ديالنا هي طابت، دوكا مليحة كي جات، زوينة جات بني الخضره طابت راه دغيا كت. ودابا حشد، ودابا غنهزو الكسكاس نتاعنا نكبوها. نتركوها غير بشوية طابت، عاد درنا لها غير مرة وحدة كدرنا لها جوج مرات، ونتلاقاو من بعد نكملو. دابا الخضرة ديالنا راها طابت، غادي نشوفوها كي جات. سعيدة، دابا الخضرة ديالنا راها طابت مريقة فيها
نتلاقاو بعد ما نغرفو ان شاء الله. وبعد ما طابت دابا البلبوله نتاعنا غادي نخويوها. طابت ولات بحال الزبده. قدوها باش غن باش نصبو الخضرة نتاعنا. نقدو البلبولة ديالنا مزيان. نجيبو دابا الخضرة باش نديرو هاد مطابش الخضرة نتاعنا. غادي نصبو ندير المرقة. بسم الله ديرو الكاها الخضراء نزيد الكرم تاعنا. ديروا الرز تاعها وما قوالو بنتي. نزيد المريقة وما تسقيهاش بزاف اللي ما كيبغيش يسقي. دير المرقة في الزبايد اللي بغا يزيدها اصلا هي كتكون رطيبة ماشي حرشة. وغنصبو القديد ديالنا ها هو وجد وطاب جا مزيان زوين غير في النضرة ديالو جا لذيد. ونسيت نقول لكم الحمص درتو مع القديد يطيب حتى هو. في الاول ذكرتو وفي التالي نسيت ما ذكرتوش سبحان ما يسهى ولا ينام. وغنكملو نزوقو الكسعة ديالنا بالحمص. الحمص زوين حتى هو جا طايب. ونقادو الحمص ديالنا مع الخضرة حتى هي صحية والقرعة حتى هي بسيبسية والخيزو والكروم وكل شيء المكونات صحيين جاو زوينين بزاف. كنتمنوا تجربوها وشهية طيبة. وان شاء الله نتلاقاو في القريب في فيديو اخر ان شاء الله. والله يجعل هاد الساعة مبروكة عليكم وعلى جميع المسلمين يا رب.